كلهم فرحاني بيقولوا لك واو بتقلهم زعلاني بيقولوا لك واو بتقلهم تعباني بيقولوا لك واو بتقلهم قهقاني بيقولوا لك واو بيروت الخرباني بيقولوا لك واو بيروت العتباني بيقولوا لك واو يا اخي واو التهج واو الجيم واو العطف وفاء الفيم واو التهج واو الجيم واو العطف وفاء الفيم وزبالي داير من دار ورح يولع لفتي وزبالي داير من دار ورح يولع لفتي واو التهج واو الجيم واو العطف وفاء الفيم واو التهج واو الجيم واو العطف وفاء الفيم وزبالي داير من دار ورح يولع لفتي وزبالي داير من دار ورح يولع لفتي شحار يا سعاد شو بتعمل يا عبد الكريم تركها محلها تركها شو هي تركها محلها تركها دخيلك بسم الله الرحمن الرحيم ولا شنو هي هاي شي هاي بدي اتركها هناك شي هاي هذا ولا انطقي شي هاي هاي كتيب عمل لي اياها الشيخ محل هيديك الكتيب اللي عملت لي اياه زبيبي الله يلعن ولا الله لا يوفقك الباري افاش مخ بنوبل سعاد شو عم تعمل ما تفتح لها دخيلك ما تفتح لها هاتي طوالي ولا اسكتي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بدك تعرفي يا خانم شو كاتب لك الشيخ الماسون اسمعي اسمعي قال كتيبي وكتبنا ومصاري وقبضنا ان حبلت سعاد بتكون حبلت وما حبلت لدنبنا ولي الله لا يوفقك الباري ما اجدبي قداش اخذ منك هذا الشيخ ها؟ قداش دفعتي له للنصاب؟ $500 $500؟ ولي منين لك $500؟ كيف بتعطيه $500 والهبله بالمره انت؟ يخرب بيتك ما احمرك ولي؟ لك ما كنا اعطيناهم لتصدقنا فيهم على الايتام والفقراء مش احسن؟ لا الله لا يوفقك الباري بتركك البيت وفال والكوان بدي هاش يعني يا عمي شو هالشحار هذا؟ يخرب بيت اللي عملي كيف وعاد؟ شحار الله يحفيك العافية يا مسحر يا سعاد Thank you.
كيسك شريك؟ كيسك؟ شو البياض هذا بلوه؟ ليك دخل قدين احنا بالشهر اليوم؟ يوم؟ 27 27؟ يعني ما بضبع 3 ايام مفروض مزبوط ايه؟ ليك؟ قم ضبلي هالطاولة قبل ما يجي المعلم ربيع ومعلم بلال شل لي هالمنكر ما يشوفوه. عاد شوف دبل حكي بعد بكير ليجوا ما بيجوا. عاد عاد. عادين. يا نبل. يا نبل. ليش اسطح عم زرزير؟ عاد مشطف هالقروق. عظيمة هيدي. شو هي؟ شو بك معرفة هي شكشوكة؟ شكشوكة؟ شو عم تحكي؟ يا نبل. يا نبل. أوي شو حصل؟ شيبس ما رح أجيب لك شي موضوع هيك شيك أحسن شو هيك؟ بتعرفي عم فكر بالموضوع بس خلينا نغسله قبل كرمال قيمتك يا صديقتي حبيبتي يا رورا اذا في امكانيه شي كاس كمان هيدي روسيه هيدي شي مرتب شفت شو قلت لك أنا على فكرة هارون الخيارات ما بقى فينا حلوين تسقيعته الممتازة ليه ما بعطي بقى أنا أكتر من هيك واقفين أعمل شيء أنت ما أنت يا سامي زبطة معك هالتتبيلة على الآخر فظيعة طلع الحمص بطحيني حبيبي عجبوه روعة طيبين أنت ما ضقت ما عبالك ينلقط والله يا ريت كيف سميك بتحبوا غيروا لكم الكاسات شباب؟ انا غير الكاسه بالتحديد. ايه وانا كمان بلا تلجي وشي شخطورة بزر. استاذ ربيع؟ انه معقول؟ شو عم بيصير حبيبي؟ استاذ ربيع استاذ ربيع ما تاخذنا بس قلنا لقينا ما في حدا بالمحل قلنا بناكلنا لقمه. يا حبيبي ما حدا عم بيقول لك ما تاكلش لقمه بس انه قاعدين عم تسكروا يعني؟ لا لا يا شباب كلهم ضد النطين هدول اذا شبناهم هلا شو ما بيطلع لنا دمعه؟ لا حبيبي ما بيطلع لك دمعه. شو هالحكي هذا حبيبي؟ بعدين انت ملاحظ كيف لسانك عم بلك؟ طلع كيف بدك تشتغل انت حبيبي؟ ما بعدنا باول النهار. استاذ ربيع مالي شيء انسحب مر لنا اياها هالمره بس خلص وعد ما بنعيدها بقى. لا خي ليه بدي مره؟ ليش وعدين كان عم نحن عم نطل شو اسمه الداعي ملعص لقمه شو؟ ييه ما اسكت شوي انت شو بيه لا اخي ما بدي اسكت بعدين انت اصلا ما شافوا وشريكه قاعدين عم بنزلين برا علينا انا وياك بدي سدوا انت شو بيه طيب ماشي حبيبي هذا المحل لكم وهبونا اياه اذا بتريدوا ضبط بغراتكم والله معكم والله طيب لا افهم ما فين في شغل حسبنا اذا بتريد ماشي على راسي اخر الشهر بتمرق بنحاسبك على اخر نقله بس هلا اعطونا افضاحكم طيب ماشي. ماشي 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 يا طارق قلت لك اني حق علي اللي قلت معك اشتغل مع هيك بضاعه ليك ولا انا بصراجي ها لا لا بصراجي لا لا استاذ ربيع خلص بالله استاذ ربيع خلص امشي يا خيي امشي ما حتترك لنا لا صاحب ولا محل نعتش منه امشي يا سامي زحيلي هيك زحيلي سلم لي على داني لانش ايه حسلم لك عليه لداني لانش فخو يا يا
لك مين داني لانش؟ شو بعرفني مين داني لانش؟ انه واحد شو بعرفني؟ انا مش لو تركتيني ليبدو بالعصاية على راسه والله هلا حتضل حسرة بقلبي كل حياتي. مبسوط هيك؟ هينا عدنا بلا شغل. معك ابو السين ما تقطع الهم شريك. وليه ما كنا مطبوبين وماشي الحال والجماعه اوادي؟ ما طول اواديم احد ادمي. ايه بس انت الادمي. ليه؟ الشاهين وين؟ الشاهين؟ وليه الشاهين اذا شافك هلا بده يطحنك؟ لا الشاهين بيفهمني راسي. نحن اللي جينا هلا مش متبين كانوا. لا كيف اكلين الخبز؟ لك لك مثل الفيران. هلا قلي شو بك تعمل؟ يعني شو ما نعمل هلا؟ مين بده يديروا هالمحل؟ خلص شو مين بده يديروا هالمحل؟ انت مش قاعده بلا شغل؟ تفضلي بلشي شغل. شو بدك؟ اوكي شو بتحب تشرب؟ ولا شيء. مفقوس انا. تلي كتير. شو وينك؟ عم ضب اغراضي عيني ماشي. اوكي سلم لي على تونس الخضرة يا ايها العاشق الولهان. وصل غيره ولا شيء. شو بدي خبرك؟ جيت لقيتهم هول الاثنين اللي جبتهم سكرانين عاملين طاولة فلتنين على راسهم فاستغنينا على خدماتهم وقلعتهم. اوف وشو رح تعمل؟ ما انا مسافر كم يوم، منين رح تجيب غيره؟ لقيته خلصت. مين؟ يارا. حلو هذا الشيء. استلم انا ويارا بغيبتك لكن ترجعت، ويارا بتضل معنا، هيدا قرار اخذته وعم خبرك. سلم لي على لبنى. سمعت؟ وصل. سلام. يلا باي حبيبي، تروح تجيب السلامة. شو دغري بلشتي متبل انت؟ حطي كاس عرق كمان. اشتغلي! حبيبتي عم بمزح معك. يارا يارا قدو هذا المشروع اللي فاتي فيه انت هلا ولا بكره تعملي لي وجع راس نهار تجي نهار ما بتجيش؟ لا ولا شو بيت انت، انا هلا كله رح غيره، هذا كله مش عاجبني. ما بدنا نغير شيء نهائيا. فيك تلتزمي بالدوام وتشتغلي معي وتساعديني ولا لا؟ عم نحكي جد؟ طبعا 10 ساعات دوام انا. اوكي حط لي مكنه تتكيس على البيت. لك هلا خلص بلا فلسفه. شيلي الغراميات والحب عجرة بلا، عم نحكي شغل. فاميلي بزنس بتصير. فاميلي انا وياك كعيلي يعني. اكيد حكيتي كده. بس مين بده يطبخهم هون؟ انت شو؟ طيب الدار راحوا الوين، هلا وين لوين؟ قول يا دار لك دار يا دار يا دار يا دار قولي له. اهلا بعبد الكريم. شو يا استاذ؟ معك هان؟ بعدني هون شوي بتوصل التاكسي وبتخلص مني.
يا ويلي يا طليل، شو بتمني اجي دق هالباب وآية تفتح لي الباب؟ ليش انا بعرف اذا بعد آية رح تفتح لي الباب؟ ما انت لو بتحط عقلك براسها وبتعرف كيف الدق آية بتفتح لك. لك نيال سعاد عليك انت. سعاد ذكريتني بليها سعاد. شو هالحك؟ ما عرف شو عملي. شو عملي؟ هيك لشو لقيت قال كدبي بالبيت، مدري من عمل لها كدبي لحتالي متحبال. اخذتها وراحت عند الشاب، قام عمل لها حجاب، عرض 500 دولار واجيت حطيتها بالبيت. جيت انا لقطت الحجاب فتحته شوف شو كتب لها. قال كتيبي وكتبنا ومصاري قبضنا، حبلة سعاد بتكون حبلة وما حبلت لها دنبنا. هيدي قصيدة سوريالية. هاي كارثة سوريالية. هلا عبود خليك على تواصل معي. ايه وين؟ وانا كمان. لك شو عم تحكي انت عن جد هيك كاتب؟ لك انا قد ايه قلت لك انه هدول عالم كذابين ودجالين. والله خرجك يا سعاد. اسكت، ما يمكن طلقني عبد الكريم. ايه عادي عادي، انا لو مكانه اكيد كنت طلقتك يعني. تبعي حالك ها؟ وسلمي لي كثير عميز وحبيبة قلبي وعنظير. طيب ماشي بيوصل، سلمي يا عبد الكريم. باي باي، مع السلامة. باي. شو اللي عم بحكيك؟ هي سعاد زمانات رحنا انا وهي عند الشيخ كرمال يعمل لها كتيبه كرمال الحمل. قام شاف الكتيبه عبد الكريم اخوت. طيب شو مكتوب؟ مكتوب حبلة سعاد بتكون حبلة وما حبلت لدنبنا. دخلت كنيسه وانا؟ كنيسه جوا بالاوضه عم تلعب. أستاذ أبو عبسي، اسمح لي باسمي باسم إدارة المستشفى أتشكرك على جهودك الفعلية بمساعدتنا من خلال مسرحيتك الدراما ثيرابي. ساعدتنا وساهمت بتحسين وضع المرضى. هذا الشيء لازم تدخلوه بمنهاجكم الطبي. أنا مستعد أقوم بهالشيء إذا بهمكم. ضروري، بركي لازم نعمل هالشيء. نسيب، بتمنى هيدي تكون آخر مرة بشوفك فيها هون. أنا أكيد إنه ما بقى رح أرجع. أنا أكيد إنه رح أرجع. موفق. هلي بقبلك ما قبل الوداع يا حمامة الزاجة. عرفنا مين عم تحكي خي أبو عبسي كبلي ما كبلي. أنت الصبي الأصغر. بلا أبو عبسة
قرب الحبر الاسود بدلوا كتب كتب فيك تعتقليني. فهمين الموضوع غلط. ما بدي اعتقلك طلال. بالعكس. بدي علاقة طبيعية. بدي اياك معي شريك. أنا حابس الشغلة. بدي نمشي سوا حق بعض. بس ما تفكر إنه اللي مرق حقد عليه. لا بالعكس. علمت كتير. عن جد؟ بس ما بقى بدي اياك. بدي حدا يحبني. بدي حدا نحس معه بدفى. روح طلال. روح فتش حدا يعتقلك. ما تسكري الباب. فيني اقول شيء؟ فيك. بس كون اكيد انه اللي رح تقوله ما رح يغير شيء. حاسني عمرك عارفي حالك شو عم تحكي؟ ايه اذا عارفه حالك شو عم تحكي سكري الباب.